شارك سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في أعمال المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني والذي عقد في مدينة الرياض. المؤتمر بحث أفضل الممارسات المتبعة عالميا لضمان سلامة وأمن الطيران المدني، خاصة في ظل النمو الذي يشهده هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم. المزيد في تقرير مراسلنا من الرياض سامي الحمود. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أقيمت في الرياض فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العربية للطيران المدني، والذي استمر 3 أيام بمشاركة وحضور معالي وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال بن أحمد محمد. تم التركيز خلال المؤتمر على سلامة وأمن الطيران، خاصة في ظل النمو الكبير ليشهد قطاع الطيران المدني سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو في جميع مناطق العالم. الحمد لله شاركنا بوفد في هذا المؤتمر، تأمل الاستفادة من جميع الأوراق المقدمة. طبعا توصيات أو مخرجات هذا المؤتمر كانت مهمة جدا، وأعتقد راح تعالج من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، وتنعكس أيضا في القوانين والريجوليشن اللي راح تنشر في المستقبل. وعلى هامش المؤتمر الذي شارك فيه عدد كبير من وزراء النقل والمواصلات ورؤساء الطيران المدني من مختلف دول العالم، أقيمت على مدى 3 أيام ورش عمل أكد فيها المشاركون على العناية بسلامة صناعة الطيران المدني. ويستهدف المؤتمر الاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة عالميا في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالي السلامة والأمن. ما نتج عنه في خلال جولة المباحثات واستعراض أوراق العمل قبل في اليومين الماضيين كان صراحة شيء يعني يثلج الصدر، واستشعرنا من خلال المباحثات أهمية وضع خطة أمنية للسلام الجوي كذلك في المنطقة. وفي المعرض المصاحب الذي أقامته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عرضت المدينة عددا من الطائرات التي قامت بإنتاجها وتطويرها محليا بكوادر وطنية، مثل طائرة سارية وطائرة كواد كوبتر وصقر 4، بالإضافة إلى وضعها لغرفة محاكاة الطيران المصممة على هيئة كابينة الطائرة، وكذلك نموذج لطائرة أنتونوف 132. المؤتمر أكد أهمية دور تناقل المعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء لإتمام العملية التواصلية في قطاع الملاحة الجوية. سامي الحمود لتلفزيون مملكة البحرين، الرياض.